هذا الحوار بين الحسن أبيات جديدة وساعدني فيها يا حبيبي. حوار بين الحسن وأبو الفضل العباس، صار الحسن يخاطبه قوم يا عباس شيل الراية، هاي أمنا الزهرة جت مشاه، هاي أمنا الزهرة جت مشاه، قوم وسع كربل الخطاري، هاي أمنا إجت ويزواري، إجت ممشى ويدمعها الجاري، تلطم وتبكي ويا كل قراية، تلطم وتبكي ويا كل قراية، تلطم على الراس مر على الضلع، ويا كل زاير تهل الا الدمع، آية بحت صوت هل ما تنسمع، كثر ما صاحت بكل فاية، كثر ما صاحت بكل فاية. اسمع رد ابو فاضل على الحسين، انا خاف امنا تجينا وبخدها الدموع، من الفجيعة تقوم تلطم عالظلوع، من الفجيعة تقوم تلطم عالظلوع، انا وانت خويا بمصرع مروع، بطيحتك طاحت يا خويا الراية، بطيحتك طاحت يا خويا. يقول له، يقول للعباس، يقول للحسين، خاف أمنا ما تتحمل، اسمع على البيت الحارة، خاف أمنا تجيك في وسط القبر تشوف أثر طبعتنا على الصدر، وحسين تشوف أثر طبعتنا على الصدر، تشوف نحرك خويا ويضيع الصبر، شل بصر ما تقلش انه الغاية، شل بصر ما تقلش انه خايف على الزهرة تدخل قبري، أنا خايف على أمر آخر، شنو يا أبو علي؟ أنا خايف من تجيك وسط المشرعة تشوف يا خويا جفوف مقطع، تشوف يا خويا جفوف مقطع، وتسألك زينب سلبوها المقلعة، وتسألك زينب سلبوها، إيه مالها محشم ولا حماية.